بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان أسلوب الإغراء والتحذير. تعالوا مع بعض نتعرف على أسلوب الإغراء. الإغراء معناه إن أنا أحث وأشجع مخاطب قدامي أنا بخاطبه على إن هو يعمل أمر محمود، يعني أمر حسن، وهذا الأمر يسمى المغرى به. والمغرى به ده ليه 3 صور: مفرد ومكرر ومعطوف. بس لازم نعرف معلومة مهمة جدا، ان الاسم المغرى به بيعرب دائما مفعول به لفعل محذوف تقديره الزم. تعالوا نشوف الصور بتاعة المغرى به. الصورة الاولى المفرد، زي ما اقول يا تلاميذي المذاكرة فقد حان وقت الجد. هلاقي هنا ان الحاجة اللي انا بغري الناس بيها اللي هي المذاكرة، هي دي الاسم المغرى، وطبعا اعربه اعراب ثابت زي ما قلنا مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره الزمه. اما الصورة التانية من صور المغرى به هو المغرى به المكرر، زي ما اقول يا تلاميذي المذاكرة المذاكرة، واضح حين ان انا كررت الكلمة اللي بغري بيها. فالمذاكرة الاولى تعرب مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره الزمه، اما المذاكرة التانية فتعرب توكيد لفظي منصوب. نيجي للصورة الثالثة وهي الاسم المغرى به المعطوف، زي ما أقول يا تلاميذي المذاكرة والاجتهاد. فهنا هنلاقي إن كلمة المذاكرة مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره إلزمه، وهو دوت الاسم المغرى به، وطبعا الواو حرف عطف والاجتهاد معطوف منصوب. لو جينا لأسلوب التحذير هنلاقي إن التحذير هو إن أنا أنبه المخاطب إن هو يتجنب أمر مكروه، وبيسمى الأمر المكروه ده المحذر منه، وهو ليه 4 صور: المفرد والمكرر والمعطوف ولفظ إياه. أيضا الاسم المحذر منه بيعرب مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره احذر. تعالوا نتعرف على صور المحذر منه. الصورة الأولى الصورة المفردة، زي ما أقول يا تلاميذي الإهمال. هنا طبعا باين ان انا بحذر التلاميذ من الاهمال، فالاهمال هو الاسم المحذر منه، فاعرابه مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره احذره. الصورة التانية من الاسم المحذر منه وهو الاسم المكرر، زي ما اقول يا تلاميذي الاهمال الاهمال. هنا الاهمال الاولى هي مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره احذره، وهي دي المحذر منه، اما الاهمال التانية فدي توكيد لفظي منصوب. الصورة الثالثة هي المعطوف، زي ما أقول يا تلاميذي الإهمال والتقصير. الإهمال مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره احذره، وده هو الاسم المحذر منه، أما الواو فهي حرف عطف والإهمال فهي معطوف منصوب. لو جينا للحالة الرابعة وهي لفظ إيا، هنلاقي إن في منه حالة مفردة زي ما أقول يا بني إياك الكذب، هنلاقي منه حالة مكررة يا بني إياك إياك الكذب، هنلاقي منه حالة معطوف بالواو زي يا بني إياك والكذب، وهنلاقي منه حالة رابعة وأخيرة وهي المجرور بحرف الجر من، زي ما أقول يا بني إياك من الكذب. خد بالكم من الملحوظة دي، ممكن المحذر منه بعد إياك يجي مصدر مؤول، وغالبا بيكون أن زائد الفعل المضارع، زي ما أقول إياك أن تكذب. طبعا أن تكذب ده مصدر مؤول، ولو حولناه لمصدر صريح هتبقى إياك والكذب. نيجي للتدريبات. السؤال بيقول أعرب ما تحتوي خط فيما يلي. الجملة الأولى يا مصريون التقصير التقصير. الجملة الثانية يا جنودنا الدفاع والفداء. تعالوا مع بعض نعرب الكلمات اللي كانت تحتها خط. الجملة الأولى يا مصريون التقصير التقصير. طبعا كلمة التقصير الأولى دي محذر منه، وبيعرب مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا هنا تقديره احذره. أما الجملة التانية يا جنودنا الدفاع والفداء، فطبعا الدفاع هنا دي حاجة أمر محمود، فأنا بستخدم هنا أسلوب الإغراء، فكلمة الدفاع هي الاسم المغرى به، فيعرب مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره إلزمه. وكده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس وحل التدريبات. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.